صباح الخير البنات. المهم جيت المرجان باش نتقدى، خاصني شي حاجه، خاصني الكوك، ما لقيتش الكوك هنايا. غادي نضطر باش ما غنتقدى والو من هنايا، غادي نمشي حتى للهري باش ناخذ كلشي باش ما نمشيش متقله من هنا عاد ندوز للهري عاوتاني. المهم اللي درتها انتما معايا. البنات هذا الشيء ما يمكنش ليا نلقاه كله في مرجان، مثلا بحال الكوك ما يمكنش ليا نلقاه في مرجان، هذه السميده الرقيقه ديال العبار ما يمكنش، يعني شحال من حاجه. هذا قالا عاوتاني الشوكولاط ديال قالا ما نقدرش ناخذه كله من المرجان. ملي مشيت ما بانش ليا يعني كلشي انني نقدر نلقاه في مرجان، نقدر نلقى غير شي حاجه اخرى مثلا بحال البيض، بحال الزيت، بحال الزبده. قلت علاش ما نمشيش للهري وناخذ كل شيء في دقه واحده وناخذ طاكسي من حدا الهري صافي ونجي ديريكت بلا ما نبقى غدا متقله من المرجان عاوتاني حتى للهري. المهم بالنسبه عندي شي خدمه خاصني غنحتاج ليها غنحتاج ليها هذا الكوك الميدم، ما لقيته عا بزز. المهم عندي غريبه ديال الكوكو سميد وعندي شويه كميه كثيره. المهم خديت البيض، خديت الزيت، خديت الزبده هذه اللي غادي نخدم بها الغريبه، خديت هذا الشيء مقطع. قلت من بعد عاد غادي نتقدى داك الشيء كثير باش بلا ما نبقى غادا ديما خارجه مسخره ديما خارجه، لان كيعيي هذا الشيء ديال السخره بركه غير هذا التمر اللي كنضرب في الدار. المهم البنات غادي نستريح شويه تقريبا واحد نص ساعه غير نرجع السوفل ونوض باش نوريكم كيفاش كندير البهله، ماشي البهله يا غادي نصايب حتى البهله راني حاطاها لكم في القناه. غادي نوريكم كيفاش كنصاوب غريبه ديال الكوكو السميد اللي ما كتصدقش الاغلبيه ديال البنات، غادي نوريكم الاسرار ديالها كاملين وغنصاوبها قدامكم وغادي نقول لكم علاش ما كتصدقش، شنو اللي السر اللي ما كيخليهاش تصدق. المهم البنات بقاو معايا وتابعوا الفيديو حتى الاخر. شوفوا دابا غادي نبدا نصاوب في الغريبه ديال المعلكه ولا ديال الكوكو السميد. غنحتاج القشور ديال الحامض، انا واخا كندير القشور ديال الحامض كنزيد معاهم واحد الساشيه ديال الفاني باش كتجي بنينه. درت الملحه ودرت الفاني، الا ما بغيتوش ديروا الفاني يمكن لكم تخليو غير القشور ديال الحامض. غنحتاج 3 ديال البيضات، وغادي ندير
ربعه ديال السنيده. بالنسبه للسنيده ماشي ضروري ديروا ربعه، يعني قد تقدروا لما كنتوش كتحبوا الحلاوه، حيت هاد الغريبه كتجي حلوه، كتكون يعني كتكون مرمده في السكر كلاصي، تقدروا تنقصوا من ديك رابعه، ما ديروش رابعه كلها. صافي غادي نخلط بحال هكا، غنخلط مزيان مزيان. بالنسبه لهاد الحلوه ديال الغريبه المعلكه، قد ما خلطتيها قد ما كتجيك زوينه وكتجيك معلكه، يعني من سر ديال الاسرار اللي كتخليها تجي مفرقعه في الفران انك كتخلطيها حتى كتذوب هاد السنيده، ما كتبقاش محجره. المهم انا غادي نخلط السكر مع البيض هما الاولين، عاد غادي نزيد الزيت. دابا خلطت هاد السنيده مع البيض مزيان، غنزيد عليها كاس ديال، دابا راه زدت كاس ديال الزيت، وغندي نعاود نخلط. كما قلت لكم راه قد ما خلطتو قد ما كتجيكم هاد الغريبه مزيانه. من بعد كنزيد تقريبا واحد 3 المعالق هنا ديال الكوفيسير، يكون جاري ديال الحلوه هذا السائل. هذا الكوفيتير هو اللي كيخلي لينا ديك الغريبه كتكون معلكه، كتجي فيها ديك النسمه ديال الحامض ديال الليمون، واخا هي ماشي حامض ولكن كتجي فيها بحال ديك النسمه ديال الليمون، كتجي بنينه بالكوفيتير. مع التحريك انا ما بغيتش نمونطي هاد الفيديو ديال هاد الغريبه باش تعرفوا يعني المراحل ديالها كاملين. صافي كنبقى نخلط مزيان وكنزيد الكوك. بالنسبه للكوك غادي نديروا رابعه ديال الكوك. بالنسبه للكوك ضروري انك تعزلي الكوك اللي كيكون ميدم، يعني كتمشي عند العطار ولا عند السيد اللي كتاخدي من عنده الكوك، وديما كديري الكوك بحال هكا بين صبعانك، الا خرج لي دم عرفي بانه مزيان، والا ما خرجش لي دم عرفي بانه راه ما غاديش ينجح لك غريب. صافي كنزيد هذاك الرابعه ديال الكوك كامله وكنزيد نخلط. هنا خاصني نعاود ثاني نخلط مزيان بحال ندلك، نخلط مزيان مزيان. وهنا خلطت هذاك الكوك مزيان مزيان، يعني خلطت وعطيته مدليك مزيان. من بعد غادي نحتاجوا الرابعه ديال السميده رقيقه. بالنسبه للسميده رقيقه راه ما غاديش نديروها كامله، لان غادي نشوفوا على حساب البيض وعلى حساب السميده الا كانت كتشرب ولا ما كتشربش. ماشي نجيو ونخويو السميده كامله من الدقه الاولى، خويو غير بشويه بشويه، يعني عينينا ميزاننا شوفوا الخليط واش قرب يقصح صافي وكنحبسو، لان البيض كيكون كبير كيكون صغير، كتكون السميده رقيقه يعني السميده رقيقه ديال الحرشه كتكون كتشرب وكاينه اللي ما كتشربش، يعني على هذا الحسب. بالنسبه للخميره سمحوا لي ما عرفتش فين ضاع لي المقطع ديال الخميره، درت خماره حمراء من فئه 7 غرام، ضروري ان نديروها. انا غادي المهم انا غادي نكتب كل شيء في صندوق الوصف، غير سمحوا لي ما عرفتش فين ضاع لي المقطع، قلبت عليه ما لقيتوش نهائيا، بحال ما صورتوش ولا متاكده انني صورته. ما علينا، رجعوا للسميده لان هي اللي كتنجح هاد الوصفه، ما نديروهاش كلها. ليكم الفران يكون سخون مزيان مزيان، كنبدا نكور في العجينه ديال المعلكه وكنبلل يديا بالماء زهر صافي، وكنديرها كنمرمدها في سكر كلاصي سبيسيال، ضروري خاصو يكون سبيسيال باش ما يتحرقش ليا في الفران. الفران خاصو يكون شاعل من الجهه التحتانيه، كنحط الطاوه من التحت باش تشقق، ملي كتشقق ونحس بها يعني تشقات تفرقعات يعني مزيان، كنطلعها الفوق باش تحمر من التحت صافي، وكنخرجها وكتكون واجده. يعني تبعوا غير هاد الطريقه راه غادي تنجح ليكم مليون في المية. البنات دابا دس غادي ندير البهله ديال اللوز، غادي نعجنها، راني حتى هي حاطه درت المقادير وبغيت غير يعني نشارك معكم كيفاش يعني غادي نصاوب هاد الكوموند. المهم راه درت المقادير وراني حاطه الوصفه ديالها في القناه عندي،
غير قلبوا راه غتلقاو بهنا كتجي ناجحه 100% وكتجي مشقه وكتجي بنينه، اللي داقها كتعجبو كيعاود يكومونديها. بالنسبه للغريبه ديال الكوكو سميد راني طيبتها، راه جات زوينه حتى هي، في الاخر غادي نحطها لكم تشوفوها هي وهاد البهله. وان شاء الله عندي الصابلي حتى هو، عندي جوج شكل ديال الصابلي، 3 كيلو و3 كيلو ديال هاد البهله و3 كيلو ديال الحلوه ديال الكوكو سميد. في اخر فيديو راني غنذكر الثمن ديال كل حاجه من هاد الطلبيات. وعندي القرص اولا القريشلات راه حتى هما حاطاهم في القناه، حتى هما عندي. المهم غادي نمشي معاكم دقه بدقه. صيبت اول حاجه الغريبه ديال الكوكو سميد، دابا الغريبه ديال البهله ديال اللوز، وغادي ندوز باش نصاوب الصابلي، ومن بعد نخلي القرص هما الاولين حتى الغدا عاد نصاوبهم باش كيبقاو طريين ومزيانين، ماشي نصاوبهم اليوم ويباتوا حتى الغدا عديهم مولاتهم. المهم البنات ها نتوما معايا، قلت بلا ما نصور هاد البهله راكم ديجا كاينه في القناه، دوزوا شوفوها. ونخليكم دابا غادي نعجن هاد البهله وهانا معاكم. شوفوا البنات الغريبه جات على هذا الشكل، هذا جات زوينه بزاف وجات مشقه وجات لذيذه بهذوك القشور ديال الحامض اللي فيها، كيعطيوها واحد اللذه. الا ما كانوش عندكم قشور ديال الحامض نقول لكم انكم ديروا القشور ديال الليمون، والا ما كانوش يمكن لكم انكم ديروا الفاني حتى هو كيعطيها البنه. هنا راني شاركت معكم غريبه البهله، كتجي حتى هي مشقه وكتجي زوينه. المقادير في القناه راني حاطاهم، وهادو الصابلي، وهادو القريشلات ولا القرص راني ايضا حاطاهم في القناه. هذه هي الطلبيه ديالي، راني كملتها الحمد لله، كنحس بالراحه. واخا كيكون العيا ولكن ملي كتسالي وكتكون واحد النتيجه زوينه كتحسي بالراحه. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ومرحبا بالاسئله ديالكم، ومرحبا باي حاجه، يعني اي حاجه بغيتوني نحطها في القناه مرحبا. اي سؤال كان عندكم ولا اي يعني استفسار في المجال ديال الحلوه مرحبا والف مرحبا. هادشي اللي كاين البنات، دابا السيده غادي تجي باش تاخذ هاد الحلوه ديالها. هاد الحلوه هادي راها ديال واحد العرس، الله يكمل ليهم بالخير. هادشي اللي كاين البنات، وشكرا بزاف للتتبع ديالكم لهذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي يعني ما عنديش في القناه، مرحبا بكم كيف ما كنقول ديما، مرحبا بتعليقاتكم ولي جيم ديالكم. والناس اللي عندي في القناه مرحبا بكم حتى نتوما، مرحبا بلي جيم ديالكم وبالتعليقات ديالكم، لي كومونتير ديالكم زوينين كيفرحوني يا البنات. هادشي اللي كاين، وكنبغيش نطول الفيديو باش يجي يعني ما يجيش ممل. شكرا بزاف البنات، والسلام عليكم. بالنسبه للثمن البنات، الغريبه ديال الكوكو سميد اولا هاد المعلقه دايره 80 درهم. بالنسبه للغريبه ديال اللوز البهله دايره ايضا 80 درهم. وبالنسبه للصابلي حتى هو مزوق باللوز داير 80 درهم. هذا هو الثمن ديالهم، وهذا هو الثمن يعني اللي كان نبيع به، يعني كنظن انه ثمن مناسب بالنسبه لهاد التمره ديالها والقوام ديالها، ولا يعني لهاد الحلوه كلها عيا كلها تمره الحمد لله. هذا هو الثمن، وهذا الشيء يعني هذا الشيء اللي كاين.